هذا جسر، هذا نمرهمه، هذا جسر 24 طبعا، طوله تقريبا 5 متر، عرضه 2 متر. حطوه جسرين، الأول هذا يقص ويعقب عليها الثاني، إذا تصير قصته ممتازة بينهن توصيلة بالوسط، يجرهن الحراث، بس تبي حراث نشيط ما يخلي شيء بالأرض، على ما قال يقصه قص. وشلون مواساته؟ شو هذا العروض؟ قصته تقل قصة قريدل طبعا، هذا إن شاء الله تجهيز زراعة البرسيم.